مرحبا حبيبي، اليوم بدي زين الكيك انا وياكم بطريقه كتير سهله وبسيطه وكتير سريعه. مثل ما شايفين بهيدا الشكل، شكل كتير حلو ورائع وبشهي القلب، شكل كتير كتير حلو. طريقه الكيك راح احط لكم اخر شيء طريقه بالرابط اخر الفيديو. هيدا الشكل، هيدا شكل الكيك اللي عملته زينته بعجينة كتير كتير طيبة ورائعة وطرية وناجحة، مش ناشفة أبدا. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا هيدا الكيك قطعتين، بنخفق الكريمة، برجع ببلش أنا وياكم بالتزيين. موجود عنا 180 ملي حليب بارد، بنضيف الكريمة. انتو بتعملوا طريقة الكريمة اللي موجودة عندكم على الظرف. بخفق على سرعة عالية. بس خفقت الكريمة بهيدا الشكل، هلا بضيف علبة الدبل كريم. بنضيف الكريمة السائلة. كمان بخفق على سرعة عالية. بشيل قصم من الكريمة وبحطهم بالبراد عشان بس زين على وجه الكيك، بتكون الكريمة كتير جامدة. بدنا نبلش بتزيين الكيك بعد ما عملنا الكريمة. عنا هون عصير الأناناس، بنحط هيك على الكيك، بحط كريمة، أناناس، الطبقة الثانية شو بعمل كمان؟ بحط أناناس عصير بهيدا الشكل، كريمة، بس حطيت الكريمة هلا بحط الطبقة هيدي على الأناناس. بسم الله. أوبس. بدهن كريمة. بدهن الكريمة بهذا الشكل على الأطراف وعلى الوجه. بس حطيت الكريمة بهيدا الشكل هلا بدي احط سبرينكلز على جناب، تركت هيدا الفراغ انا مقصد، بدي احط بقلبه فريز. بحط سبرينكلز بهيدا الشكل. بعد ما حطينا سبرينكلز بهيدا الشكل هلا بدي احط فريز بهيدي الطريقة. نقي قد ما فينا الحبات الكتير صغار. هيدي الكريمة اللي حطيتها بالبراد هلا بحطها بالكيس. بنزين على الوجه بهيدا الشكل.
بس زينا الكريمة بهيدي الطريقة. هلأ كمان رح حط بالنص كمان بحط فريز بهيدا الشكل، بنحطهم عشوائيا. حي الله حبي بالنص. هذا الكيك اللي زينته انا وياكم بطريقه كتير سهله وبسيطه، بتمنى الطريقه تكون نالت اعجابكم، وتعملوا لايك وشير للفيديو، المشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.